ما نوت ذا سيم مود، ماناش فرد، هما صغار، هما معناتها في العمر رفيع، ديفيرونس داج معناتها دون امبورتونس كابيتال، معناتها هامه جدا، كانوا هما يقعدوا مع بعضهم وكل شيء، فهمت؟ لكن انا هذا ما يمنعش وانه شهاب راهو عاوني ياسر، فاش عاوني؟ ساعة لساعة راني نمشي بالمكشوف، يا ودي ما نعرف علاش شو باش يحكيو، جيت قلت له شهاب اخوي بالكش انا زيد ولا حاجة، ولا شهاب يمدني يقول لي هاو هكا وهكا وهكا، اش بيك ما عجبتكش؟ لا لا كمل كمل، لا مش معاك، كمل يا حاج. فما لكن اللي كتتني من شهاب مرة في انترفيو قال كيفاش يقولوا التجربة مش تجربة، عملوا لي كي اللي عملوا لهم شنو يعملوا لهم كتاس يسميوها كاستينغ، غلطنا في الكاستينغ. انا نقول له يا شهاب اقرب الناس ليا واقرب الناس تعرفني شنو انا في الميدان الرياضي هو انت، وانت خدمت معايا في برشا خدمات اخرى، وكنت غضبتك منه، غضبتني منه برشا، مش غضبتني منه هو، قبل ما كانش جاوب به بيناتكم ولا انا ما خويا جاوي مع الناس كلها. علاش خلاف بيناتكم كان؟ والله ما نحبش نقول لك خلاف، راه شيء يضحك، ما نجمش. ما شنو؟ والله ماهوش خلاف يا ودي، ما مشيتش لتور ولده ولا شنو، قال لي لا ما مشيتش لتور ولدي فقط على هذا. حي على هذا صدقني. ومعز بن غربي؟ معز ماناش يعني، معز خويا راه ولدي وكل شيء. معز ما كان اخويا يمشي مع المعد، مش يمشي معايا انا، يمشي مع المعد. لكن انا تحديتهم الكل وفرضت روحي عليهم الكل، كان قاعدين يسمعوا عندهم عكس هذا يقولوا قولوا لي رانا والله وما فماش حاجه قلتها وما ما جاتش، سواء في نتيجه قبل ما تقع، سواء في شكون باش يهز البطوله، سواء في الكلام تاعي. اما يا خويا امد رجلي على قدر كسائي، انا انسان متربي، انا انسان كان انت تو تهز يدك انا تو نسكت. علاش ما كنتش محبوب في الشله هذيك نتاع معز وشهاب؟ على خاطر انا مدير في شركه شال، ما غير نعاودو نسميوها مثالش. اما علاه انتم ما تعملوش معاهم ببليستي تو نكلمهم تقول لي تعملوا معاهم شنو قاعد نعمل انا؟ شنو علاش ما كنتش محبوب معاه في الشله هذيك؟ شنو علاقه انت مدير في ال كيفاش هذايا معناتها غيره كبيره بالحق. انا ولد البحري بن سعيد ومن دراك الله يرحمه. فانا كي في كل ما تجي فرصه نتكلم على والدي. ينجموش هما ينجموش يعملوا نفس الحاجه. بعد ما كبر البرنامج وليت تشوف كل واحد يشوف في روحه الانا الاعلى نتاعو، ولو فما خلافات بينكم كي كبر اساميكم؟ والله البرنامج لا الخلافات راهي ما نعرفش تو انت فتنت بها ولا قالوا لك، ما تشلقش بها، راه ما تشلقش فما خلافات. لا بعد ظهرت اليوم ظهرت الخلافات. لا الخلافات تحكي عليها برشا. نعطيك حاجه مثلا، ربما الخلاف اللي جلب الانظار الناس الكل، كلهم خرجوا من بالمكشوف، انا ما خرجتش. بور لا سامبل ريزون، علاش خارجين؟ يا ولادي قولوا لي علاش خارجين؟ انا تو نخرج مره واحده. علاش؟ ما هكاك نحبوا نطيحوها، نحبوا شنو اللي طيحوها؟ خليني انت تجي تمد لي يدك وتعطيني كل ما نطلب، 100 خذ 100، 200 خذ 200، وعمره ما قال لك لا، ووقت اللي الناس ما تمشيش لافريك دي سود وما تمشي حتى بقعه، حنا بعد تمشي، تلقاها ديما موجود، هي اللي موفر لك هذا الكل. قال شنو اللي على خاطر هو متغشش على شهاب وهكا وكذا. تبعت سي المنصف الكلاشات والتصريحات، التصريحات المضاده بين سامي العكريم وشهاب الرويسي اللي هي مازالت متواصله لليوم؟ ولا شنو موقفك من اللي صاير بيناتهم؟ مش باهي، احنا مشينا عائله مع بعضنا، احنا وقتك اللي الكلاشات اللي قاعده صايره كون في بالك، الكل خذينا رشوه. الكل خذينا رشوه. سونس اكسبسيون. شو معناها صفاقس؟ باش نحكي لك. احكي لك. تستدعاك، تخلص عليك طياره، تخلص عليك اوتيل، تخلص عليك ماكله وشراب، شنو هي هذه؟ مش رشوه تتسمى؟ قل لي لا، وحد ما يقول لك الكلمه هذه، قل في انا حد ما يقول لك. اذا كان تحب في تحب تخرج لا احنا والله لا احنا الرشوه لا الكلنا هما يرحم والديهم صدعونا كنا ضيوف شرف وقمنا بعمل جبار، وربما لو كان خلصنا عليه النادي الرياضي صفاقسي ما نجمش يوصل باش يخلص قد ما خلص علينا اوتيل، اون ايتي 7 ولا 8 بيرسون اوتيل وماكلتك وشرابك ودنيتك. هو شهاب قال صلاح الدين الزحاف رئيس عرض علينا فلوس، اعطى فلوس وخذيهم سامي العكريمي على اساس باش يعطيهم للايكيب. انا خويا جو فوزي بارتي دو جروب، انا كنت موجود، هذا ميريتوش. كيفاش راهوه ممكن انا نرقد بكري راه في سهريه في حاجه؟ انا لا ابرر احد
ولا اتهم احد. اذا صار اخويا هاو صحاف مازال حي. ربي ان شاء الله يشفيه وباقي الستر عليه. يسالوه هكايا مناوشات سامي يلزمك تفهمه. الكومبورتمون تاع سامي تاع شهاب ما يقبلش بعضه بالكل. شهاب رزين وكذا وانسان سامي تفدليك شيخات كذا يحب الضحك يحب لا عمل هذا وما عملش. انا الحاجه اللي ما ريتهاش ما نتكلمش عليها لكن انا راني كنت معاه. اذا باش تتهموا نتهموا روحنا الكل. نتهموا الكل. معناها تعترف اليوم الكل تسميها خذت رشوه. تحب تسميها رشوه؟ انت قلت ما سميتش اي 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 انا اش قلت لك انا انت وكيفاش تحب كيفاش تحب تصرفها في النحو والصرف كيفاش تحب تدخلها فهمت؟ هذا من الناس سبعان ذي وشرف. صحفيا هل مقبول معناها انه صحافي يتلقى معناتها فلوس من جمعيه والا حاجه كما هكا؟ تهزوا جمعيه بالنسبه لي انا مقبول. تهزوا جمعيه فهمت؟ اما باش تعطيه ارجونت بوش ولا يجيك يقول لك اعطي للجماعه شيخو خاطر احنا عملنا لهم عملنا لهم دي ديريكت من القاهره. ما كانوش يحلموا بها النادي الرياضي الشخصي ما كانتش تحلم باللي صار لها اللي صار في القاهره غادي. الخلاف مع معز بن غربية اكبر من اللي قلت لي خاطر جاي مع الموعد. في بالي فما حاجات انا مع انا مع معز يا ولدي والله العظيم والله العظيم والله العظيم لا عندي خلاف مع حتى حد. انا عندي العصفوره نتاعي قتلت. اي ما يسالش. ما انتخبتش شيء ما عندكش. مش في عرس هذاك. الخلاف. هذا هو اللي جيت. لا عاد في عرس. في عرس. وصلت وحط خلينا نكمل سؤال. حط تشابك بالايادي معناها. يقولوا باندي توا يا ولدي راهو ربي سبحانه وتعالى يا معز سامحني هاني نقول لك سامحني ربي سبحانه وتعالى منع معز مني وقتها لانه يعني معز وقتها مش في صحه بدنه. اي كنا قاعدين انا وعبد الرزاق عبد الرزاق واخوه عبد الرزاق نتاعنا عبد الرزاق والشابي اخوه في طاوله هكايه جاوا هما بانديه هما خاطر هما البانديه بانديه احنا الناس فقراء عملوا كي خذا طاوله اخرى تلفت معز يا ربي والله لا نحب نحكي لك ما يسالش ما يسالش تلفت قال لي حاج انت ماكش كذا انا برك في العرس حاجه تلفت ورايا نلقى الحيط ورايا ما ليش يكلم في الحيط علاش ما طاح الزوق قام قال لك هكاك ما عاد ما تبعني ولا لا اي هاني معاك انا الوحيد اللي ما خرجش من حنا بعد فهمتك فهمتك واضح دونك هذيك قاعده تقول لهم كيفاش انا ما نخرجش لا محسوب تو كان انا خرجت من حنا بعد نحنا بعد باش تقف وكان خرجت راني مانيش باش نخدم معاهم تبعوا انتوما تبع السيركوي راهم كيخرجوا ما خدموش راهو لا لا قاعدين وقتها يحذروا في حاجات يحذروا انا ولدي راني نعمل في الصحافه من براليل كيف نحب نشيخ فما ناس تعمل شيشه فما ناس تعمل كذا ما تشجعكمش على الشيشه خاصه تو ردوا بالك غلطت معاه وقتها تعتبر نفسك معز غلطت معاه لاني ما قدرتش ما قدرتش الحاله اللي كان عليها هو وقتها وربي معايا طلبت سماحة والله ما طلبتش السماحه ما علاش قلت ربي معاك ها قلت ربي معايا علاش ربي معايا خاطر كنت نجم نقتله خاطر بكل صراحه نقول لك والله راني باندي والله راني عاقل والله راني ولد عائله كبيره وربي يشهد عليا عادي عادي انا هو عائله كبيره 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 براو لفرونس فيل وصلوا على دار بن سعيد دار بو عليك امي بو عليك وبابا بن سعيد عادي يصير اما ظلم تحس وقت ظلمت حارس حارس ولد صاحبنا كاميرا مان احسن كاميرا مان عندنا بسام ترابلس بسام فسدوا له عرسه يا رسول الله فسدوا له عرسه يقول لي قلبت عليهم الطاوله راه يظل لي خاطر وقتها جي بيرديو لي بيدال وما عادش نعرف روحي شنعمل وما طلبتش منه سماح ما هو كان اذكى مني كيفاش وقت اللي مات خويا مجيد الله يرحمه وانا طالع قلت نعرف دار مجيد دار نسيب وكان يسكن ضيعت الدار ندور كزربوط قال لي اجي حاج بركه فيك صاحبك هذيك رجعت نسيتني في الدنيا هو الدنيا وما فيها الله يرحمه ان شاء الله كي نمشي بنزرت ساعه ساعه زاده نبدا انا والحاجه والعائله يخلي مرته ويخلي بناته ويجيب وسني وشي يرحم والدي انا ما كاين ما صار حتى شيء اليوم بيناتي يا ولدي ما صار حتى شيء ما عندي حتى ما عندي حتى مشكل مع حتى انسان ما عندي مشاكل ما نعرفش المشاكل يسلم عليك خالد شوشين قد يوجه تحيه لزميلنا من قريب حنا بعض خي ولدي خويا اللي تعب ما عنديش اصدقاء عندي اخوه صحيح